خلينا نروح لنتابع نجمتنا ونجمة مصر في التنس الأرضي ميار شريف. ميار ابتدت الموسم بشكل جيد جدا، تعرضت لإصابة قوية في مشط الرجل، تعالجت رجعت أقوى من الأول بعد رجوعها من الإصابة، صادفها بعد التوفيق في بطولة أو اتنين، ولكن الحمد لله طبعا ربنا وفقها في آخر بطولة لعبتها، بطولة برما الدولية للتنس، واستطاعت إنها تفوز بالميدالية الذهبية، وطبعا كإنجاز كبير وتاريخي الحقيقة لميار ان هي تحقق هذه البطوله كاول لاعبه مصريه تفوز بيها. البطوله اتلعبت من 26 سبتمبر ولحد 1 اكتوبر اللي احنا فيه. طب مشوار ميار كان ازاي؟ كسبت النهائي مع على اليونانيه ماريا ساكاري المصنفه السابعه على العالم، المصنفه السابعه على العالم، هو ده الانجاز، مش انت بتاخد بطوله، لا انت بتكسب مصنفين يعني في التوب 10 او التوب 8 عندك، وجات نتائج المجموعه كالتالي 7-5 6-3. ميار كان مشوارها في البطوله بدا بالفوز على المجاريه أنا بوندار بنتيجة 2-0، وبعدين فازت على السويسرية سيمونا والترت بنتيجة نفس النتيجة، وفي دور الثمانية كانت كسبت الأمريكية لورين ديفيد بمجموعتين نظيفتين برضو، وفي دور قبل النهائي كانت فازت على الرومانية أنا بوجدان بنتيجة 2-1. طبعا لمزيد من التفاصيل وعشان كمان نقول مبروك لميار، معانا عبر الهاتف الأستاذة أمال ثابت والدة كابتن ميار. أهلا بيك يا أمال. أمال هانم، الله يخليك، متشكرة جدا على مقدمتك. ألف مليون مبروك لميار، وطبعا مش عارفين نقول إيه، ولكن هو إنجاز تاريخي وده متوقع من ميار يا فندم. الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة، هي اشتغلت واجتهدت ورسما نفسها خط يعني المفروض توصل، وربنا يسهلها لها الحمد لله. طيب يعني خلينا نقول ان ميار اتعرضت ل يعني كانت ماشيه كويس بدايه الموسم، وبعد كده اتعرضت لاصابه في رولان جاروس يعني ابعدتها عن المباراه وتعالجت فتره، كلمينا عن الاصابه وعلاجها كان ماشي ازاي يا فندم؟ الاصابه كانت في وش رجلها من قدام، كان في شرخ وجبسته، بس يعني ما كانتش قاعده برضو، كانت بتشتغل على جسمها من فوق عشان ما ينفعش تتخن يعني. فالحمد لله قدرت تحافظ على جسمها، يعني ان هي ما تتقلش، و بدأت تخفهم قالوا لها بعد 6 أسابيع أو 8 أسابيع، وفعلا بعد شهرين بدأت تتدرب كورة بالمضرب يعني، لحد ما بدأت تشترك في الماتشات الدولية. طيب يعني يمكن علاجها كان فين؟ يعني هل هي اتعالجت في مصر ولا فضلت انها تعالج بره؟ هي اسبانيا، هي مقيمة في اسبانيا. هي مقيمة في اسبانيا، فكان علاجها وكل حاجة في اسبانيا. طيب يعني أستاذة أمال، يمكن ميار صاحبة يعني أو تحطيم الأرقام أو صاحبة الأرقام القياسية في تاريخ التنس دلوقتي في مصر، يعني أول لاعبة تلعب في الأولمبيات ما شاء الله، أول لاعبة توصل لأدوار الدور الثاني في بطولات الجراند سلام، أول لاعبة يعني تشارك أو تاخد بطولة برما، يعني أحد بطولات المحترفات في التنس الأرضي، شعورك إيه؟ وحضرتك ليكي أكيد دور كبير في اللي وصلت له طبعا ميار. الحمد لله، هو برضو تعبنا من أول خالص، وهي أكيد تعبت، وهي يعني إقامتها بره دي هي شغلتها إن هي تتدرب الصبح وبعد الظهر، فبالتالي مراش حاجة غير التدريب يعني. فالحمد لله ربنا وفقها إن هي يعني تعلب مستواها لحد ما قدرت تعمل البطولة دي، لأن هي بقالها من 2018 أخرها إن هي بدأت تدخل بعد ما خلصت الجامعة، فما قعدت بره هي ما كانش وراها غير التدريب. نعم. فده اللي كان بيديها حافز برضو مع نفسها إن هي عايزة توصل لحاجة. طب يعني أستاذة أمال برضو، يعني هل الناحية البدنية اللي فيها ميار الحمد لله الحالة البدنية جيدة ما شاء الله ربنا يحفظها، هل تغيير المدرب الأحمال أو الخطوة اللي عملتها ميار ده كان ليه دور؟ هل مدرب الأحمال الجديد طبق سيستم جديد، طبق فكر جديد معاها؟ يعني هل في سر في كده؟ لا أنا مش عارفة أتكلم في الحتة دي، بس ممكن تكون كانت شغالة غلط الأول، إن هي برضو بيحملوها اكتر مما يجب، اما جابت ده اكيد فاهم شغله احسن يعني، وده دكتور جامعه معاها من اسبانيا برضه. طبعا اكيد يعني اللاعب من وقت للتاني بيحب او بيتابع، وميار ما شاء الله يعني من اللاعبات اللي عايزه ليها تارجت توصل له. طيب احنا عارفين ان البيت كله يعني بيلعب تنس ارضي يا فندم،
ويعني هل ممكن نشوف يعني ميار شريف تاني؟ ربنا يسهل. يعني انا عارف ان ليها اخوات بيلعبوا، يعني ليها اخت تقريبا بتلعب تاني. بس عارف مش في الحميه بتاعتها في الشغل في اللعب. رنا مش كده اسمها؟ رنا. رنا هي الاكبر وهي كابتن فيس كاب، وتشارك معاها في الزوجي في المنتخب، وطلعوا السنه دي للمستوى الاعلى يعني الحمد لله برضه. طب في حد اصغر من ميار ولا؟ في داليا وفي روان وبرضه تنس وفريق الاهلي. طيب يعني احنا بنتكلم دلوقتي ممكن نشوف ميار شريف تاني ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. يعني همتك معانا واضح ان حضرتك يعني متابعه ليهم جيدا، وطبعا واضح ان دعم سيادتك مهم، لان ما شاء الله يعني البيت خارج منه ابطال. الحمد لله. هو بقى اللي عايز هو يعمل. نعم. يعني خلاص هم وصلوا، اخر واحده دلوقتي عندها 18 سنه هتدخل الجامعه برضو، فلو هي عايزه تنسها تقدر توفر لنفسها التدريب وكل حاجه. ما شاء الله. يعني حضرتك يعني كده بتقولي كلمه حلوه، ان هو الشخص او اللاعب او الناشئ هو اللي عليه الاساس، عايز احنا نبقى في ظهره. بالظبط. هي الاساس، هو احنا مش هنقدر ندفع بحد هو مش عايز، بس ان شاء الله يبقوا عايزين عشان عايزين اكتر من ميار. بالظبط. يعني ان شاء الله هم باصين لها يعني. نعم. وخلي بال حضرتك يعني مشوار يعني ميار كان عنوانه الاصرار، لانه هي تعرضت لمطبات صعبه جدا. بص كان عندنا مشكله في الفلوس طبعا، دي اول حاجه، والاقامه بره والقصص دي كلها، بس الحمد لله ربنا سهلها يعني. الحمد لله. الحمد لله. وان شاء الله نبارك لحضرتك على مزيد من البطولات، وبشكرك شكرا جزيلا. الاستاذه امال ثابت والده نجمتنا ميار شريف، بشكرك شكرا جزيلا، كانت معانا عبر الهاتف. ان شاء الله نتابع ميار ونتوقع لها مزيد من التوفيق، نتمنى نشوفها في التوب 10 زي انس جابر اللاعبه التونسيه اللي الحقيقه دلوقتي يعني مصنفه الثانيه عالميا.